سؤال بمناسبة زكاة الفطر، وأنا أعتقد هذا مما تعم به البلوى ويكثر السؤال عنه. أعيش في أمريكا وأنا من اليمن، أخرج زكاة الفطر حسب عملة اليمن ولا عملة أمريكا؟ هي في أمريكا حوالي 12 دولار وفي اليمن دولار ونصف. وأنا أطلع، لو طلعت القيمة أطلع الدولار ونصف بتاعت اليمن ولا ال 12 بتاعت أمريكا؟ نقول له أولا زكاة الفطر الأصل أن تخرجها طعاما، إن أخرجتها طعاما فالطعام هو الطعام في أمريكا أو في اليمن، الطعام هو الطعام. لكن إن أردت أن تخرج القيمة مراعاة لمصلحة الفقير، ما أنت أنت ليه بتطلع القيمة؟ بقول الأحظى للفقير والأنفع له والأحسن له، أديله فلوس بدل ما أديله طعام. إذا كان هذا مقصودك فليكن هذا على أساس البلد الذي تخرج فيه الزكاة. ما دمت قد عدلت عن الطعام إلى القيمة اعتبارا لمصلحة الفقير، فاعتبر مصلحة الفقير في التقويم. تكيب بدور على مصلحتك أنت ولا على مصلحة الفقير؟ الأصل هو الطعام. فإذا أردت أن تخرج القيمة رعاية لمصلحة الفقير، هل مصلحة الفقير تحسب له دولار ونص ولا تحسب له 12؟ مصلحة الفقير تحسب له القيمة الأعلى، لا سيما إن الأصل في زكاة الفطر أن تنفقها حيث تقيم، وإخراجها إلى بلد آخر خلاف الأصل. فخلي مصلحة الفقير هي المضطردة، وهي السائق، وهي المعيار الذي تنظر من خلاله إلى نوع ما تخرجه أو إلى قيمة ما تخرجه. بارك الله فيك.